بمناسبة عيد الأم وكمان في مناسبات وطنية، يعني بالمناسبة اللي فاتت يعني مناسبة يعني يوم السعيد والمحل الفاضيين، يعني رأينا تجد يعني مصريين وطنيتين يعني مناسبة اليوم السعيد والمحل الفاضيين. اه كمان اتفضل أكيد أول قصيدة. هي القصيدة الأولى يعني كانت إحدى أعداد الوطن الواحد، إحدى أعداد الوطن الواحد. Thank you.